الفل على حضراتكم، حلقه جديده من كلام في الميديا. حلقه النهارده باذن الله هتكون حلقه غايه في الاهميه. عندنا اخبار كتير بتتعلق كالعاده بالنادي الاهلي، وشيء مهم جدا بالنسبه لنا خلال الفتره الحاليه، وكمان في اخبار كتير تتعلق ببطوله الامم الافريقيه، واللي خلاص اول مباراه في دور نصف النهائي ابتدت منذ حوالي ثواني قليله جدا جدا ما بين تونس والسنغال. نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق في الوصول للمباراه النهائيه، وكمان كل التوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق في تخطي عقبه نيجيريا ان شاء الله الساعه 9 بالليل، والوصول ايضا للمباراه النهائيه. عندنا اخبار كتير جدا هنتكلم فيها. خليني اقول لحضراتكم ضيف حلقه النهارده الاستاذ سعيد علي، رئيس القسم الرياضي من جريده الدستور، وهنتكلم في مواضيع كتيره جدا. كمان في سؤال للحلقه النهارده، توقعاتك لطرفي المباراه النهائيه من خلال مباراتي نصف النهائي النهارده، شايف مين ممكن يكون اقرب ان هو يوصل للمباراه النهائيه؟ ان شاء الله نتمنى النهائي يكون عربي خالص ما بين تونس والجزائر. اخبار كتير جدا عندنا، بس خلينا نروح نشوف اهم وابرز العناوين الاول. يلا بينا. الاهلي واصل معسكره الناجح باسبانيا. الرباعي الدولي ينتظم في المعسكر. الفريق الاول يخوض ثالث مباريات الوديه غدا الاثنين. عمرو جمال: لن نفرط في الدوري والكاس وهجوم الاهلي الافضل. الليله مباراه نصف نهائي امم افريقيا 2019. تونس في مواجهة صعبة أمام السنغال، والجزائر أمام نيجيريا. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات. طيب، يعني أخبار كتير كالعادة، أخبار بتخص النادي الأهلي، وأنا عارف إن الفترة دي اهتمام كبير جدا جدا بأخبار النادي الأهلي، سواء فيما يتعلق بمعسكر الفريق هناك في أسبانيا اللي خلاص قارب على النهاية، وفي مباراة ودية مهمة جدا بكرة بالنسبة للنادي الأهلي في إطار المباريات الودية اللي قادها هناك في أسبانيا، وكمان الشغل الشاغل خلال الفترة دي أيضا موضوع الصفقات وتعاقدات النادي الأهلي. لكن إحنا لازم نطمن حضراتكم إن أكيد إن شاء الله بإذن الله هيكون في صفقات مهمة جدا للنادي الأهلي خلال أيام قليلة وربما ساعات قليلة. طبيعي جدا طبيعي جدا قناة النادي الأهلي ما بتعلنش عن أي صفقة غير لما يتم الإعلان عنها رسميا من قبل النادي، وإن خلاص كل الإجراءات تنتهي. بمجرد ما أي إجراءات خاصة بأي صفقة تنتهي بإذن الله بإذن الله قناة النادي الموقع الرسمي كل ما يتعلق بالنادي الأهلي هيتم الإعلان من خلالهم بشكل رسمي، وده دورنا في الحقيقة ولازم نعمل كده، يعني من غير كده ما ينفعش. فاللي نقدر نقوله لحضراتكم نطمنه بشكل كبير جدا، ملف التعاقدات والصفقات ده النادي الاهلي ماشي فيه بشكل مميز، واحنا عارفين النادي الاهلي بيلبي احتياجات الفريق واحتياجات المدير الفني على مدار تاريخ النادي الاهلي. هو ده السيستم بتاعه، هو ده النظام اللي ماشي فيه من خلال الصفقات والتعاقدات. فان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار سعيده قريبا جدا. خلينا بقى نبتدي باخبار المعسكر هناك. ايه النهارده الفريق عنده تدريبات او كان عنده مران صباحي ومران كمان في هذه اللحظات وانا بكلم حضراتكم هيبتدي تقريبا او ابتدى خلاص هناك في اسبانيا في معسكر الفريق في مدينه اليكانتي، ومعسكر حتى الان بصراحه كده ناجح جدا جدا جدا. كل ما يتمناه الجهاز الفني واللاعبون من خلال فتره للاستعداد بشكل قوي كان متوافر بشكل كبير خلال المعسكر الحالي. الفريق بيستعد من خلال تدريبات صباحيه وتدريبات مسائيه، مفيش تغيير في هذه الجزئيه، بقالهم يومين ثلاثه بيتمرنوا بالطريقه دي. ده طبعا طبقا للرؤيه الفنيه والرؤيه البدنيه الخاصه سواء مستر لاسارتي او مستر اليخاندرو مخطط الاحمال. فبالتالي استعدادات كلها مكثفه وقويه جدا من قبل لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. اليخاندرو طبعا مخطط الاحمال كان وضع برنامج بدنيا مكثفا جدا للاستعداد لخوض مباراه اوكام الاسباني الوديه غدا ان شاء الله الاثنين على ملعب بيناترا ارينا في ثالث اللقاءات الوديه بالمعسكر، وده اخر لقاء ودي للنادي الاهلي. احنا عارفين الفتره الجايه عندنا ايه، عندنا ماتشين مهمين جدا، ماتش المقاولين وماتش الزمالك، وماتشين دول حاسمين جدا جدا في بطوله الدوري. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الماتشين دول.
من ضمن كمان الاخبار، مستر لاسارتي بيعقد جلسه مع الرباعي الدولي، طوروا انضمامهم لمعسكر، واحنا عارفين خلاص امبارح انضم لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا كل من محمد الشناوي، وليد سليمان، ايمن اشرف، ومروان محسن، خلاص انضموا بشكل رسمي للمعسكر امبارح، والنهارده كان اول تدريب ليه، وهقول لكم التفاصيل بتاعتهم بالتحديد فيما يتعلق بالتدريب، لكن النهارده كان ايضا في اجتماع من مستر لاسارتي مع هؤلاء اللاعبين اللي هم بالتحديد الرباعي الدولي، واتكلم معهم على اهميه المرحله الجايه، واكيد كان ليه كلام نفسي شويه بالنسبه للاعبين، خصوصا بعد الخروج المبكر جدا لمنتخب مصر، هم لاعبين دوليين فاكيد تاثروا نفسيا بهذا الخروج، فكلام اكيد كان نفسي من قبل مستر لاسارتي، وكلام ايضا بخصوص الفترة الجاية المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي عشان في حسم بإذن الله لبطولة الدوري، وعندك بطولة كأس مصر، وعندك الدوري الجديد، يعني عندك مرحلة مهمة جدا جدا. فده كان الاجتماع الخاص أو الجلسة الخاصة ما بين مستر لاسارتي المدير الفني ورباعي النادي الأهلي الدولي. بخصوص بقى الرباعي وأخبارهم في التدريبات إيه، النهاردة شارك في المران الصباحي بشكل طبيعي جدا وليد سليمان فقط، وخصوصا ان هو جاهز للمشاركه في التدريبات بشكل طبيعي، لكن في المقابل لاعيبه النادي الاهلي الباقيين سواء محمد الشناوي، ايمن اشرف، مروان محسن، كان ليهم تدريبات استشفائيه، وخصوصا ان هم عندهم بعض من الاجهاد، وخصوصا ان هم كانوا اساسي في المباريات الاربعه لمنتخب مصر وبطوله الامم الافريقيه، فممكن يكون عندهم اجهاد نوعا ما، وخصوصا البطوله كانت قويه ومستوانا كان وحش جدا طبعا كمنتخب يعني، لكن في كل الاحوال اكيد هم تعبوا بدنيا من خلال المباريات دي، وضغط كمان كان كبير جدا على الكل في الحقيقه، فبالتالي هم ما شاركوش في التدريبات خالص، كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه البسيطه كده وفحص طبي كمان ليهم عشان يتم الاطمئنان عليهم بشكل كبير قوي، ويعني كان ليهم يعتبر راحه النهارده بالتحديد محمد الشناوي وايمن اشرف ومروان محسن، لكن اللي شارك في التدريبات بشكل طبيعي خالص هو وليد سليمان. في المقابل فيما يتعلق بوليد ازارو نجم هجوم النادي الاهلي، النهارده بينتظم في التدريبات الجماعيه، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق كان قال ان وليد ازارو غاب عن المران بالامس مش عشان اصابه ولا حاجه، كان الموضوع كله متعلق باجهاد بسيط بالنسبه للاعب، لكن النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا جدا، ووليد ازارو احد اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي بكل تاكيد. في المقابل بيتم الاطمئنان على نجم من نجوم النادي الاهلي وهو سعد سمير، اللي كان عنده يعني جراحه بسيطه جدا، او كان عنده اصابه مش جراحه يعني، عباره عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبه، وقطع جزء كمان في الرباط الصليبي الخلفي، الكلام ده من فتره وهو اكيد بيعالج من هذه الاصابه، وكمان خليني اقول لحضراتكم ان هو متواجد في الفتره دي هناك في المانيا، وبيتم التعافي بالنسبة لسعد سمير من هذه الإصابة من خلال بعض البرامج العلاجية من تحت إشراف طبعا الطبيب الألماني المعروف يعني بالتنسيق مع طبيب النادي الأهلي، وكمان أكيد ليه تدريبات تأهيلية معينة عشان يشفى تماما من هذه الإصابة، ومن ثم يلحق بتدريبات النادي الأهلي الجماعية، أعتقد يعني قدامه سعد سمير بالضبط شهر بالكتير إن شاء الله يكون متواجد في التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي، في تواصل مستمر من الجهاز الفني، مستر لاسارتي، كابتن سيد عفيز، دكتور خالد محمود مع سعد، ومتابعين حالته أول بأول هناك فين في ألمانيا. حسين السيد ليه تصريح كان مهم قوي، بيقول إن أنا سعيد بالعودة لبيتي مرة أخرى، احنا عارفين إن حسين السيد كان في إعارة للاتفاق السعودي لمدة سنة ونصف، والإعارة خلاص انتهت وعاد للنادي الأهلي، وكان بقاله شهرين مريح مفيش تدريبات خالص بالنسبة له، لأن الدوري السعودي خلص من زمان قوي، فهو ريح شويه شهرين تقريبا، فخلاص انضم طبعا زي ما حضراتكم عارفين بكل تاكيد لمعسكر النادي الاهلي هناك في اسبانيا، وبيستعد بشكل قوي. اتكلم كلام مهم قوي حسين السيد لاعب النادي الاهلي، خلينا نروح نشوف اهم التصريحات والكلمات اللي قالها حسين السيد في التقرير ده، ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. معسكر على اكمل وجه، فيه كل حاجه كامله، اكل سواء شرب سواء روح ما بيننا. المعسكر جميل طبعا، كنا محتاجين المعسكر ده، احنا بقالنا فتره كبيره ما طلعناش معسكر مع بعض، فانا عن نفسي مبسوط جدا ان انا رجعت وسط اصحابي وسط اخواتي اللعيبه. ربنا رزقني بالاعاره دي فعلا، اني انا رحت من اقوى الديارات العربيه للدوري السعودي، من دوري قوي جدا،
ماتشات فيها جامده جدا، الدوري فيه قوي جدا، النظام فيه كويس، لعيبه محترفه، الثمان لعيبه محترفه دي عمر 8 فرقه كتير، يعني انك تجيب 8 لعيبه محترفه اللي هو كل فرقه بتجيب يعني افضل العناصر بالنسبه لها واسماء كبيره، كانت الدوري الانجليزي في الدوري السعودي. فسنه ونص لعبتها كلها بشكل اساسي مع فريق الاتفاده، فريق محترم. مبقاش طبيعي ان انا بلعب في اقوى من اقوى الدورات العربيه الدوري السعودي بشكل اساسي سنه ونص، ما اروحش حتى معسكر واحد يعني. فانا دايما بقول لنفسي ليه يعني، فطبيعي في ناس كانت بتلعب ماتش واحد في الدوري كان بتروح، فانا ما بطلعش اتكلم، اطلع في اعلام ولا اقول. لكن في مره ان هم جابوا الكابتن احمد ناجي اتفرج عليا، انا حتى الكابتن ناجي كلمني ساعتها فقلت له كابتن تنورني وتشرفني في وقت. فجه فانا استغربت ان يعني ما بيني وبين نفسي الكابتن احمد ناجي طبعا ده اكيد طبعا من غير اي كلام طبعا، لكن ام بي نفس انت ليه بعت لمدرب حراس مرمى يعني محترم كابتن ناجي؟ يعني بالنسبه للعروض في ناس كانت بتتكلم وناس بتتكلم، في الاول وفي الاخر انا موجود في النادي، الكلام بيجي في اداره النادي، اي حاجه بتيجي للنادي. لكن طبعا كعاره الكلام اللي بيتقال ده مفيش اي حاجه طبعا حصلت لحد دلوقتي خالص، انا موجود في النادي، قاعد في النادي، انا ربنا يعني انا ربنا ثم انا اللي حدد انا ابقى فين، انا ابقى موجود فين. مفيش حد يقدر يتحكم في مستقبلي غير ربنا وغيري انا، ما حدش يقدر يقول لي اعمل كذا واعمل كذا. انا من وجهه نظر يعني على قد ان هو ماتش البطوله هو ماتش يعني ماتش مورين، انت عندك ماتش الاول، ماتش الزمالك ده اخر ماتش، فماتش بطوله ممكن تاخد البطوله ماتش مورين صح، ممكن ده يعني لو حسابيا وتجد حسابها او خدت لو كسبت مورين والحصل حاجه تاني، لا انت خدت بطوله من في المية. فمش هنقول الماتشين لسه، الماتش اللي جاي ماتش صعب جدا، مورين فرقه كويسه جدا، كانت عامل موسم كويس جدا. فاكتر فتره مركزين عليها في المعسكر ده هو بطوله الدوري، احنا جايين هنا عشان نكمل عدد لبطوله الدوري. الجمهور طبعا هو الجمهور هو اهم حاجه في لعبه كره القدم دي طبعا، فجمهور الاهلي طبعا حاجه كبيره جدا، وحشونا في المدرجات، وحشونا في كل حته في ظهرنا دايما. الفتره الجايه دي مهمه جدا، ولازم ابقى في ظهرنا اكتر واكتر. بطوله الدوري وداخلين على سنه جديده، حلم افريقيا ده في بالنا دايما، دايما تبقوا معانا ان شاء الله، نتجمع في الخير والفرح ان شاء الله باذن الله. يعني كلام مهم جدا جدا من حسين السيد لاعب النادي الاهلي، وبالتحديد يعني لفت نظري تصريحه بخصوص المنتخب، وقال ان انا ما كانش حد جه تابعني في المنتخب غير الكابتن احمد ناجي، وهو شايف ان ده غير منطقي في الحقيقه، ان مدرب حراس مرمى مع كامل احترامنا وتقديرنا واحترامه وتقديره لاسطوره كبيره في تدريب حراسة المرمى هو الكابتن احمد ناجي، لكن طبيعي جدا لازم يكون حد فني. لو انت عندك هدف اساسي ان انت تشوف لعيبه كويسه عشان تنضمهم للمنتخب، لو انت فعلا بتدور صح او مهتم بشكل كبير جدا بقوام منتخب مصر وباللاعبين اللي يصلحوا، بغض النظر عن حسين السيد يعني اللي يصلحوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر. حسين السيد بالمناسبه كان عامل موسم ونص جامدين جدا في السعوديه، فكان ممكن يبقى ليه حظوظ ان هو يكون متواجد في منتخب مصر. لكن متابعه ان انت تتفرج على اللعيب في الملعب بشكل كويس بشكل قريب ما حصلش، حصل عن طريق احمد الكابتن احمد ناجي، احترام يعني اكيد مش منطقي خالص يعني. المفروض حد يكون فني ملوش علاقه بحراسه المرمى هو اللي يروح يتفرج على حسين سيد. هو فعلا نقطه مهمه قوي اتكلم فيها حسين سيد، ودي طبعا من ضمن الاسباب الكتير جدا جدا اللي ادت للمصير الخاص بمنتخب مصر في الفتره دي، ان احنا خرجنا من دور 16 يعني. لكن عموما نكمل اخبار النادي الاهلي. هشام محمد بيقول ان لاعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، وهدفنا الاساسي هو حسم بطوله الدوري، وقال ان احنا مركزين جدا جدا خلال الفتره اللي جايه على كيفيه الفوز بهذا اللقب لاسعاد جمهور النادي الاهلي، وقال ان الدرع ده او درع الدوري يعتبر من اغلى البطولات، والسنه دي بالتحديد تعتبر اغلى بطوله لو ان شاء الله كسبناها بسبب كل الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي على مدار الموسم بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بالإصابات أو فيما يتعلق بالتأجيلات والمباريات وضغط المباريات كمان، كل 48 ساعة الأهلي كان بيلعب مباراة. فكل الكلام ده تطرق ليه هشام محمد لاعب خط وسط النادي الأهلي.
اختتم كمان هشام محمد حديثه بالتأكيد على ان طموحاته مع النادي الاهلي ملهاش حدود، واي لعيب داخل النادي الاهلي دايما بيبقى عنده طموح دائم. يعني مثلا تعالوا نتكلم كده على حسام عاشور. حسام عاشور ده ظاهرة في ايه بقى بالظبط؟ ان ده واحد حقق كل البطولات في مع النادي الاهلي، اي بطولة واي حاجة حققها مع النادي الاهلي، اي بطولة تيجي على بالك كده بعد كاس العالم، بس هو خد كمان البرونزيه كاس العالم مع النادي الاهلي، كل حاجه حققها. لكن النقطه في ازاي ان انت بتجدد دوافعك مع الفريق، ودي سمه اساسيه لازم يتمتع بيها لعيبه النادي الاهلي، واضح ان هي موجوده عند كل اللاعبين من خلال كمان كلام هشام محمد اللي بيقول ان احنا كلاعيبه النادي الاهلي وبالتحديد هو كمان طموحنا ما بيقفش عند حاجه واحده، واي بطوله او اي مباراه بناخدها بيبقى هدفنا دايما الفوز، سواء مباراه أو بطولة، ودي سمة من سمات لعيبة النادي الأهلي الشخصية اللي لازم تكون موجودة وهي أكيد متواجدة بشكل واضح يعني. فكانت دي تصريحات هشام محمد. في المقابل كمان كان في تصريحات لعمرو جمال لاعب النادي الأهلي، وعمرو جمال غايب من فترة كبيرة جدا جدا عن المباريات مع النادي الأهلي، سواء لما طلع إعارة في بيدفست وبعد كده راح فنلندا وبعد كده رجع النادي الأهلي ما كانش مقيد في أول 6 شهور وتم قيده، وبعد كده تعرض لإصابتين في العضلة الأمامية، وبعد كده عاد حظ سيء جدا لعمرو جمال. لكن هو لعيب كبير، من كلنا فاكرين أهداف عمرو جمال مع النادي الأهلي، وأهداف كلها كانت مؤثرة، وأخرهم كانت بطولة كأس مصر لو تفتكروا حضراتكم، مباراة المصري بورسعيدي لما النادي الأهلي كان خسران في الشوط الإضافي الأول 1-0، ونزل عمرو جمال، كان نزل كده كده تقريبا من الشوط الثاني يعني، وجاب هدف التعادل وعمل اسيست لاحمد فتحي. يعني لعيب عنده قدرات كبيره جدا، لكن بيواجهه في نفس الوقت سوء حظ كبير جدا. هو بيتكلم عن المعسكر ومدى اهميه هذا المعسكر بالنسبه له وبالنسبه للنادي الاهلي، واتكلم على الفتره الجايه كمان مع النادي الاهلي، واتكلم كمان على خط هجوم النادي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من خلال تصريحات عمرو جمال من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف. يلا طبعا احنا السنه دي بنمر بموسم استثنائي طبعا، عشان خاطر طبعا مصر استضافت كاس الامم الافريقيه وما كانش ده في الحسبان، جه مؤخرا. فطبعا وده بالاضافه ان النادي الاهلي كمان من الانديه اللي هي بتشارك في كذا بطوله، والهدف الاساسي من كل بطوله ان انت طبعا بتنافس وبتبقى المنافس الاول في كل بطوله. فطبعا موسم استثنائي للعيبه كلها طبعا وللجهاز الفني وللنادي الاهلي. الامور كانت طبعا صعبه جدا، موسم فيه اصابات كتير، في حاجات كتير جدا حصلت السنه دي. لكن زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي، اللعيبه بتبقى قد المسؤوليه، والجهاز الفني والاداره كلنا على قد المسؤوليه، بنحاول على قد ما نقدر بنزعل الناس شويه لكن ده غصب عننا. المواسم اللي فتره اللي فاتت المسابقه فيها لعب كتير، افريقيا فيها حاجات كتير مختلفه، لكن وكمان شخصيه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي محتاجين ان احنا الامور تبقى اكتر استقرارا في حته خلاص يعني انت بتروح بيتك ما بتبقاش عارف هتلعب بكره ولا هتريح بالزبط. حاجه كمان مختلفه قابلناها السنه دي خصوصا يعني، لكن خلاص ده وضع امر واقع احنا بنقابله بكل التركيز. خلاص خدنا اجازه وكنا فنشنا الدوري بطريقه كويسه، كنا بنتمنى ان احنا نكمل الدوري بنفس ما كنا بنفنش بطريقه كانت فيها اكتر جديه وحماس، والفرقه كان خلاص في اندماج وفي تركيز كبير في ان احنا نخلص البطوله. قطعنا طبعا كاس الامم الافريقيه واللعبه اللي راحت المنتخبات، والنهارده يعني طبعا احنا بدلك في البطولة افريقيا، واللعبة بتاعتنا الدولية رجعت بعد ما انا شايف لعبتنا الحمد لله قدوا اداء مميز جدا اللعبة الدولية بتوعنا. فانا شايف ان احنا كمان اللعبة اللي كانت موجودة هنا في المعسكر عملت معسكر، انا يعني احنا يعني بشهادة خبرات لعبة كتير هنا بتلعب لعبة في الدوري الانجليزي، ولعبة زي كابتن احمد فتحي وطبعا رمضان صبحي، ان دي فترة اعداد مرعبة احنا عملناها، وايام يعني عملنا تمرين قوي جدا ما شفناش القوة دي قبل كده فانا حاسس ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع من المعسكر ده فرقة مرعبة. يعني الاهلي هيرجع فعلا فرقة مرعبة مع الامكانيات اللي موجودة واللعيبة اللي موجودة، ناقصنا بس ان شاء الله نفنش الدوري في ماتشين الاهلي والزمالك، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا هدفنا واحد ان احنا نفنش الموسم ده الاول
تركيزنا الاول يعني ده، وده اللي منصب على 180 دقيقه اللي جايه، وان شاء الله نبقى موفقين باذن واحد احد ان احنا نقدر في الماتشين الجايين نترجم التعب اللي احنا عملناه في المعسكر، وكمان تعب اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده في، نترجم تعب اللعيبه الدوليه اللي هي ما خدتش راحه وانضموا لنا طبعا. يعني السنه دي اصعب سنه في حياتي، ده ما اقدرش انكر كده، بس يمكن السنه دي تكون السنه دي علمتني حاجات كتير قوي، ممكن اكتر من استفدت ان انا ممكن ما لعبتش، ممكن استفدت اكتر. يعني السنه دي من السنين اللي علمتني في حياتي حاجات كتير قوي. انا بطلب دايما جمهور النادي الاهلي، انا ما قصرتش فيهم من ساعه ما دخلت النادي هنا. انا من مش بحبش اقول انا كلمه انا دي، لكن من خلال النادي الاهلي انا دلوقتي تاني هدف الجيل ده، وليا فتره بعيده عن 3 سنه بره، وليا السنة دي ما قدرتش أشارك، وخصوصا آخر 3-4 سنين ما كانتش مشاركاتي بطريقة كبيرة، لأن نظرا للنادي الأهلي دايما بيسعى أن يتعاقد مع أحسن لعيبة في الخط الأمامي ده، وده حق مشروع لأي نادي زي النادي الأهلي، نادي كبير. وأنا كنت بحط دايما يعني كل طاقتي للتمرين، وكنت دايما الحمد لله ربنا في ماتشات حاسمة جدا وفي بطولات كنت الحمد لله بيبقى ليا كلمة. لو رجع لمستواه عمرو جمال هيفرق جدا جدا مع النادي الاهلي في خط الهجوم، وهيبقى لاعب مؤثر بشكل كبير طبعا في خط هجوم النادي الاهلي. نتمنى اللعيب زي عمرو جمال ان هو يرجع لمستواه، لان ان شاء الله باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي. تصريحات اكيد كانت مهمه من عمرو جمال. ده فيما يتعلق بالفريق واستعداداته خلال الفتره الحاليه وكل الكواليس والتصريحات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي هناك في اسبانيا، وشفتوها حضراتكم من خلال طبعا زملائنا الاعزاء واللي عاملين مجهود كبير جدا، سواء كريم احمد او عمر ربيع ياسين، كمان معهم دكروري عامل شغل كويس قوي، وكمان معهم احمد يحيى اكثر من رائع مدير التصوير، يعني نشكرهم شكرا جزيلا. نروح بقى لجزء اخر وبيهم ناس كتير قوي، وهو فيما يتعلق باختبارات الناشئين في النادي الاهلي واللي ابتدت النهارده الصبح. وفي طبعا احلام كتيره جدا عند لاعبين صغار ان هم ينضموا للنادي الاهلي، فرصتهم من خلال طبعا الاختبارات اللي بتقام حاليا في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. والنهارده كان اول يوم للاختبارات، اقيمت اختبارات 2006 و2007، وتم تقسيم المتقدمين للاختبارات على مجموعات مختلفه. عشان نعرف يعني تفاصيل اكتر خلينا نروح للمجتهد والمتالق طبعا فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير عليك امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، وانت لنعم التالق باذن الله على قناه النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، طمنا بشكل كبير على الاختبارات النهارده وسير الاختبارات والامور ماشيه ازاي عندك في مدينه نصر. طيب خلينا نقول من البدايه ان انطلقت اختبارات النادي الاهلي في القاهره النهارده، وده استكمال للمرحله الاولى من الاختبارات. يعني المرحله الاولى من اختبارات النادي الاهلي كانت ابتدت في المحافظات بالظبط، وكان النادي الاهلي وفر 6 لجان توجهوا ل6 محافظات على مستوى الجمهوريه لاجراء الاختبارات. 3 لجان كانوا موجودين في صعيد مصر، اسوان واسيوط وسوهاج، و3 لجان كانوا ما بين الاسكندريه والمنصوره والسويس. كويس. في مجموعه من اللعيبه طبعا في الاختبارات اللي تمت في المحافظات تم انتقائها، وخلينا اقول لك ان بنسبه كبيره جدا كان في اقبال شديد في محافظه المنصوره، واقبال شديد في محافظه الاسكندريه، وايضا محافظه السويس بجانب محافظات الصعيد. في مجموعه من اللعيبه طبعا تم اختيارها، تم انتقاء هؤلاء اللعيبه ومنهم لعيبه مميزه هيتوجهوا ان شاء الله خلال الفتره القادمه للقاهره لاستكمال باقي الاختبارات وانتقاء افضل. لسه يعني ليهم اختبارات تاني ما تمش انضمامهم بشكل رسمي للنادي الاهلي. لا كابتن امير، زمان زي ما حضرتك عارف ان المعايير اللي بتبقى محطوطه للاختبارات في النادي الاهلي بتختلف عن اي نادي تاني. اكيد بتبقى مرحله اولى بضم اللعيبه المميزه اللي انا اخترتها في الاختبارات، ثم ان انا بعد كده ببدا اختار الاميز. الاميز ببدا ادخلهم على المجموعه الاساسيه اللي عندي، اشوف هل على تقارن اللي عندي. ببدا اقارن يعني، ودايما يعني لازم يكون جاي للعيب يعني على مستوى اللعيب اللي عندي او على مستوى او اعلى من المستوى اللي طبعا عندي. طبعا النهارده في القاهره طبعا ده كان اول يوم لاختبارات القاهره و بملاعب النادي الاهلي بمدينه نصر. وانا في البدايه انا عايز يعني انا اوجه كل الشكر بصراحه للمسؤولين في النادي الاهلي وللكابتن فتحي مبروك
رئيس قطاع الناشئين، الامر مهم جدا زميلي امير ان النهارده الاختبارات بيتم اجراءها على ملعب النجيل الطبيعي اللي هو ملعب المباريات ملعب 4 في النادي الاهلي. طب ده كويس جدا لانه كان قبل كده بيقام على الملاعب الترتان اللي هي بتاعه الاكاديميه. يعني كان بيبقى الموضوع صعب جدا سواء على اللعيبه اللي بتقبل على اختبارات النادي الاهلي او على اولياء الامور. النهارده بصراحه كل الشكر للمسؤولين في النادي الاهلي مجلس اداره كابتن فتحي كمان ان هو وفر اماكن لاولياء الامور القادمين من كل مكان للعيبه على ملعب النجيل الطبيعي. حضرتك عارف طبعا بيختلف تماما عن النجيل الصناعي. فالنهارده دي كانت نقطه مهمه لازم نشيل بيها في البدايه. انطلقت الاختبارات في تمام الساعه 8 على مدار اليوم. انطلقت الاختبارات مواليد 2006 و2007. كويس. الامر المميز ان احنا شايفين ناس كتير جايه من المحافظات، في ناس ما لحقتش اختبارات الاهلي في المحافظات في اسكندريه او في السويس، في ناس جايه من كفر الشيخ، في ناس جايه من اسيوط، في ناس جايه من انا من المنيا، في ناس جايه من البحيره، في ناس جايه من كفر الشيخ، من كل المحافظات اقبال كبير. مخصص النهارده اليوم والغد وبعد الغد ان شاء الله لمواليد 2006 و2007 ان شاء الله، يعني على ايام الحد والاثنين والثلاثاء. ثم هيبدا المرحله الاهم، مرحله مواليد مدرسه الكوره مواليد بقى 2008 و2009 و2010 وده محدد ليهم ايام يوم الاربعاء ويوم الخميس وان شاء الله يوم السبت. ثم هندخل على مرحله 2003 و2004 و2005 ثم اخيرا مرحله 2002 ودي مخصص ليها يومين، يوم 24 ويوم 25. الشيء اللي لفت للنظر زميل امير الموهبه، ان الموهبه في السن الصغير بقت اكتر شويه، يعني لما تلاقي اللعيب في مثلا في سن 2006 او 2007 لا الموهبه في كتير. ان النهارده في بعض اللعيبه فرضت نفسها بقوه. كتير من المدربين بدات تتابع كابتن تامر حفني، وجوده ان هو مدير فني لقطاع فريق 2006 2007 النهارده ماسك الورقه والقلم بيدون اللعيبه، في لعيبه مميزه فرضت نفسها. انا شايف ان الموسم ده ان شاء الله الاهلي هينتقي مجموعه من اللعيبه المميزه خصوصا في المراحل السنيه اللي هي الصغيره، يعني بدا من 2006 2007 بيكون لعيب لسه قابل للتطور، يعني بيبقى ده شيء مهم يعني تشتغل معاه الفتره يعني. هو اثناء حديثنا امير مع المدربين او الكابتن فتحي، الكابتن جمال، الكابتن سامح حسني ان هم حاطين معايير، يعني في معايير لانتقاء اللاعب. اهم بقى هذه المعايير يا فاروق ايه بالظبط عشان الناس تبقى عارفه برضو، اللي بيرغب ان هو يروح اختبارات النادي الاهلي يكون ملم يعني بامكانياته والامور اللي لازم يتمتع بيها عشان ينضم ان شاء الله للنادي الاهلي. خليني اقول لك يعني ايه الثلاث معايير المجمع عليها او اللي فيها يعني اجماع كامل، اللي هو القوه والسرعه والمهاره. يعني ثلاث عناصر لازم يكونوا يعني يكونوا موجودين، بس في بعض الامور يعني في برضه بعض الاستثناء، في لعيب ممكن يكون قوي وسريع وما عندوش المهارات تشتغل، يعني هي مش شرط ان الثلاث امور يكونوا موجودين، الثلاث معايير مش شرط يكونوا موجودين، ممكن لعيب يبقى عنده السرعه وعنده المهاره بس محتاج قوه، انت بتبدا تديله بتديها له على فترات. في لعيب بيبقى عنده القوه وعنده المهاره ما عندوش السرعه، انت بتبدا تشتغل. هو لابد من توافر يعني عنصرين من الثلاث عناصر، وفي نفس الوقت انت بتبدا تديله او تشتغل على العناصر على هذه العناصر. في لعيبه من صغرها المرحله السنيه 2009 2009 و10 اكيد مش هيبقى عنده القوه بس طبعا عنده المهاره، فانت بتبدا تلمح وتشوف فيه المهاره. وزي ما قلت لك ان المرحله السنيه ل 2009 و2010 فيها مواهب متبشر بخير كبير جدا سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. الامور الثانيه المهمه يعني صدر لجان النادي الاهلي في الاختبارات، يعني بعض اولياء الامور بيقول لك ان لا اسم مستعجلين الوقت، لا النهارده بتشوف الكابتن فتحي مبروك نفسه اللجنه اكثر من 4 أو 5 مدربين قاعدين على اللجنه بره واثنين مدربين في الملعب، يعني امير 6 مدربين بيتابعوا ويتفرجوا على مجموعه اللاعبين اللي في الملعب. يعني في تركيز كبير يعني بمحاوله تركيز. انتقاء العناصر اللي ممكن تفيد النادي الاهلي، يعني ده دورهم في الحقيقه وبيقوموا بيه بصراحه. تركيز شديد جدا بجانب ان الكابتن فتحي مبروك بيلف في الملاعب يشوف الولد دوت، لا اتفرج عليه. فانا يعني بنوجه برضو النداء لاولياء الامور ان مش بعض اولياء الامور يقول لك لا ده مش مفيش متابعه، لا ده في متابعه، لو واحد مش متابع اكيد واحد من الستة هيكون متابع. عمليه المتابعه مهمه جدا. النقطه الثانيه برضو عايز اتكلم فيها ونوجهها لاولياء الامور، يعني برضو ننصح اللعيبه اللي بتقبل على اختبارات النادي الاهلي او اي نادي
انت لازم يكون عندك الطموح، حلمك وحلم اي لعيب كوره ان هو يلعب في النادي الاهلي، صح؟ بقى حلم مشروع وكره القدم بقت صناعه. بس احنا بنقول لاولياء الامور مش كل اللعيبه اللي جايه الاختبارات هتلعب في النادي الاهلي. طبعا صعب جدا. بالظبط يا امير، يعني ممكن الولد يكون لعيب كوره كويس بس مش نوعيه النادي الاهلي، يطلع مكان بره يلعب في اكاديميه طلائع الجيش، يلعب في المقص، يلعب في دجله، بس هو مش نوعيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي. بالظبط. في معايير امير حضرتك عارفها للنادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. بتشوف لعيب بتختار شخصيه النادي الاهلي، ففي معايير طبعا بتختلف. في بعض الوقت بننصح بقى اولياء الامور الصبر، يعني في نقطه برضو عايز اقول عليها لاولياء الامور، اولياء الامور بيبقوا قاعدين بيتفرجوا بره ويبدا عمليه توجيه للولد. بيبقوا يعني بص يعني فاروق، هي تبقى حاجه يعني غصب عنهم برضو، بيبقوا نفسهم يشوفوا ابنهم لعيب في النادي الاهلي ويكون واحد زي النجوم الكبار مثلا محمد صلاح، ابو تريكه، الناس دي. فطبيعي جدا بيكونوا حريصين، بس ده بيأثر بالسلب على فكره على ابنائهم وهم في الملعب، بيشتت من تركيزهم، ما بيعرفوش يزوروا كل امكانياتهم بسبب الضغط ده. فلازم يكون طبعا، انا معاك في النقطه دي، يكون في مراعاه للجزئيه دي بالتحديد. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني قلت لنا كل الاخبار الخاصه بالاختبارات، وده شيء كويس جدا. وفي الحقيقه فاروق صلاح من ضمن الناس المجتهده والشاطره جدا اللي بتعمل مجهود كبير، سواء كمراسل او كمعلق في النادي او قناه النادي الاهلي. ده جزء طبعا من الاختبارات والاجراءات اللي بتتم، ولما بيبقى حد بينجح في الاختبارات بياخد استماره زي اللي حضراتكم شايفينها دي، عشان بيبقى ليه ميعاد اخر يجي من خلاله يختبر مره ثانيه في النادي الاهلي. طيب ده النادي الاهلي، سواء فريق اول سواء الاختبارات، امور كثيره كانت مهمه بخصوص نادينا العظيم النادي الاهلي. نروح نشوف اهم اخبار كان على الصحف ايه، يلا بينا. الاخبار الليله، ضرب نار الشمال في مواجهه الجنوب على تذكره النهائي الافريقي. الأخبار المسائي، صدام الكبار، محاربي الصحراء يأمل اصطياد النسور وتونس يحلم بافتراس الأسود. الأهرام، محاربي الصحراء يتربصون بالنسور في قبل نهائي أمم أفريقيا، الإجهاد والإصابة تحديات تواجه الجزائر، وإيجالو وموسى وميكل أوراق نيجيريا. الجمهورية، من أجل النهائي الثالث إفريقيا، الجزائر نيجيريا، الفوز لمن؟ المسا، في سهرة كروية باستاد القاهرة، محاربو الصحراء جاهزون لاصطياد النسور الخضر، الجزائر ونيجيريا صراع الأقوياء الكبار. المسا، الليلة على استاد الدفاع الجوي، تونس والسنغال على كف عفريت، أسود الترانجا ونسور قرطاج، الفائز مولود والخاسر مفقود. الجمهورية، بحثا عن العودة للمباراة النهائية، نسور قرطاج تسعى للتحليق أمام أسود الترانجا. الأهرام، نسور قرطاج في تحدي حقيقي أمام أسود الترانجا، تونس تسعى للقب ثاني والسنغال ما زالت تبحث عن اللقب القاري الأول. اليوم السابع، هل تكرر تونس التجربة البرتغالية في يورو 2016؟ الشروق، المدرب الوطني في تحدي جديد مع الأجنبي بالمربع الذهبي لأمم أفريقيا. طيب تونس والسنغال حتى الان التعادل السلبي 0-0، يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق كله يكون حليف المنتخب التونسي الشقيق ويقدر يتاهل للمباراه النهائيه. نبتدي اخبارنا، نبتدي من الاخبار واللي بتتكلم على طبعا المباراتين بتوع النهارده، واحده بتتلعب دلوقتي واحده بتتلعب الساعه 9، بيقولوا الليله ضرب نار، الشمال في مواجهه الجنوب على تذكره النهائي الافريقي. شمال افريقيا طبعا بيتمثل في المنتخبات العربيه، اللي بيتمثلوا كمان في تونس والجزائر، هيواجهوا منتخبات الجنوب اللي بيتمثلوا في نيجيريا والسنغال. نتمنى بكل تاكيد ان شاء الله كل التوفيق لتونس وللجزائر ان شاء الله ان هم يوصلوا للنهائي، لكن هم ماتشين جامدين جدا جدا. السنغال فرقه ثقيله قوي مع قدام تونس اللي جايه في البطوله من بعيد جدا، ما حدش كان يتوقع ان تونس توصل للمرحله دي، وده بسبب
الاداء السيء اللي كان ليهم في الادوار او الدور الاول بالتحديد، يعني ابتدوا البطوله من مباراه غانا يعني في دور ال 16 بصراحه. وفي المقابل المنتخب الجزائري القوي جدا ما شاء الله عليه، يعني منتخب قوي واداء جيد ونتائج جيده، عنده مباراه صعبه جدا كمان مع منتخب النيجيري القوي جدا. مباراتين في الحقيقه هيبقوا جامدين، نتمنى ان شاء الله الفرقتين العربيتين او العربيين هم اللي يتاهلوا للدور النهائي. الاخبار المسائي بتقول صدام الكبار، محاربي الصحراء يامل اصطياد النسور وتونس يحلم بافتراس الاسود. طبعا العناوين النهارده كلها هتبقى على المباراتين دول، لان طبعا ده حدث كبير وحدث مهم قوي، بطوله الامم الافريقيه، واكيد حضراتكم مش متخيلين ان بطوله على ارضنا وما فيهاش مصر، لكن الاسباب كلكم حضراتكم اكيد عارفينها بشكل كامل، يعني عارفين مين قصر كويس ومين اهمل بشكل كبير مع منتخب مصر، واللي خلى شكلنا كده، يعني خلانا البطوله موجوده كده ومش متخيلين ان مصر ما بتلعبش لا في قبل النهائي ولا النهائي ولا دور الثمانيه ولا دور ال 16 بس لعبناه بالعافيه يعني للاسف الشديد. في كل الاحوال نتمنى التوفيق للمنتخبات العربيه. يعني نروح للاهرام، محاربو الصحراء يتربصون بالنسور في قبل نهائي امم افريقيا، الاجهاد والاصابه ودي نقطه مهمه قوي، تحديات تواجه الجزائر واجالو وموسى وميكيل واوراق نيجيريا، اوراق اكيد كلها رابحه، نيجيريا عندهم منتخب تقيل قوي، عندهم الخط الامامي ده بيتمثل في احمد موسى، اجالو طبعا احد هدافين البطوله حتى الان جايب 3 اهداف، عندهم كمان لعيب اخر كده اسمه سكازوي اعتقد، يعني في الاسم صعب بتاعه شويه، لكن هم منتخب تقيل منتخب قوي جدا. لكن في مقابل المنتخب الجزائري الاصابه اللي هتفرق معاهم قوي يوسف عطال، واحنا عارفين ان هو عنده كسر في الترقوه فمش هيشارك في هذه المباراه، او مش هيشارك كمان لو باذن الله تاهلوا للنهائي، لان الاصابه اكيد هيغيب من خلالها فتره كبيره، لكن هو احد ابرز نجوم البطوله حتى الان، او خلاص يعتبر من احسن اللاعبين في البطوله هو يوسف عطال الباك رايت بتاع الجزائر. والاجهاد طبعا لان المباراتين بالتحديد كان في مباراه من يومين دور الثمانيه ومباراه النهارده دور نصف النهائي، وعادي اهي الناس بتلعب يعني كل 48 ساعه ماتش عادي، احنا عندنا بس هنا في مصر الاهلي يلعب 8 كل 48 ساعه ماتش، لكن بقيه الانديه لو احنا مضطرين حتى يلعبوا كده لا ما ينفعش. فهو العالم كله مش بس بطوله الامم الافريقيه، هتقول لي اصل دي بطوله قاريه ولازم مواعيد ومش مواعيد، روح بص للدوري الانجليزي، روح بص للدوري الايطالي، هتلاقي فيه مباريات بتتلعب كل 48 ساعه طبقا للجدول الموضوع اصلا يعني، وطبقا للظروف اللي انت ممكن تكون مريت بيها خلال الموسم. لكن عموما الاجهاد ممكن ياثر فعلا بشكل كبير على الجزائر، ونتمنى ان ده ما يحصلش. نروح للجمهوريه، من اجل النهائي الثالث افريقيا الجزائر نيجيريا، الفوز لمين؟ يا رب باذن الله الفوز يكون للجزائر. وسؤال حلقتنا النهارده بالمناسبه نعيده على حضراتكم تاني، تتوقع مين يتاهل للمباراه النهائيه؟ الجزائر لو تاهلت ان شاء الله هيكون ثالث مباراه نهائيه ليهم يلعبوها في بطوله الامم الافريقيه. نيجيريا اعتقد هيلعبوا، ممكن يكون ده النهائي التاسع او لعبوا 9 نهائيات قبل كده، يعني شاركوا كتير لكن هم واخدين 3-4 بطولات بس نيجيريا يعني. فبالتالي ايضا منتخب نيجيريا عنده رصيد كبير جدا في افريقيا وتاريخ كبير جدا في افريقيا. نروح للجمهوريه بحثا عن العوده للمباراه النهائيه، نسور كارتاج تسعى للتحليق امام اسود الترانجا. احنا عارفين اخر مره تونس وصلت للنهائي، بلاش للنهائي، لنص النهائي كان امتى؟ كان في 2004 لما استضافوا البطوله ووصلوا النهائي وفازوا على حساب المغرب بهدف للا شيء، ودي اخر مره وصلت تونس للدور اللي قبل النهائي او النهائي. فان شاء الله باذن الله اتمنى ان هم يوصلوا للنهائي عشان تبقى اول مره من 15 سنه يوصلوا للمباراه النهائيه من بعد ما كانت البطوله على ارضهم وفازوا بيها، فان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه اليوم. نروح للاهرام، بتقول ان النسور كارتاج في تحدي حقيقي امام اسود الترانجا، مباراه صعبه جدا، تونس تسعى للقب ثاني وسنغال ما زالت تبحث عن لقب القاري الاول. تونس عندها لقب وحيد في بطوله الامم الافريقيه في 2004 لما كانت البطوله عندهم زي ما اتكلمنا، والسنغال حتى الان ولا مره فازت ببطوله الامم الافريقيه، هذا المنتخب الكبير والعريق واللي ابتدى يظهر او تظهر قوته من اول الالفيه الجديده يعني من 2000 كده 2001، فاكرين حركه تصفيات كاس العالم ولما كنا بنلعب السنغال لما كان مدربهم من الله يرحمه الكبير طبعا برونو ميتسو، المدير الفني الفرنسي اللي تاهل بيهم لكاس العالم واللي كسب بيهم اول مباراه مع فرنسا، ابتدت الناس تعرف السنغال كفريق كروي من الفتره دي بالتحديد، واحنا في تصفيات كاس العالم واجهنا امامهم صعوبه
كبيرة جدا يعني. لكن أكيد منتخب عنده تاريخ، لكن حتى الآن ما فاز بلقب بطولة الأمم الأفريقية إطلاقا. اليوم السابع بتتكلم عن جزئية مهمة، بتقول هل تكرر تونس التجربة البرتغالية في يورو 2016؟ حضراتكم أكيد كلكم فاكرين في 2016 إيه اللي حصل لما البرتغال في الدور الأول طلعت من الأفضل توالت، تعادلت 3 ماتشات، بعد كده خدت خطوة خطوة كده لغاية لما خدت البطولة في المباراة النهائية مع مين؟ مع فرنسا صاحبة الأرض والجمهور، كسبوا 1-0 في هذا التوقيت. لو تفكروا رونالدو كان اتصاب في الشوط الأول وطلع وكلام كتير كده، لكن رغم كل ده ورغم البداية الصعبة جدا في البطولة، لكن قدر إن هم يحققوا اللقب. فبالتالي اليوم السابع بتقول هل ممكن إن تونس تكرر نفس السيناريو، لأن تونس أيضا طلعت أو تعادلت 3 مباريات وتأهلت والأداء كان سيء جدا، لكن بيتم تصاعد في المستوى مع المباريات. فبالتالي نتمنى ان السيناريو يحصل ان تونس تحقق البطوله، ولو مش تونس تبقى الجزائر، اكيد نتمنى اي حد فيهم يفوز بهذا اللقب، المهم اللقب يكون عربي. نروح للشروق، بتقول ان المدرب الوطني في تحدي جديد مع الاجنبي بالمربع الذهبي للامم الافريقيه. احنا عارفين ان المدرب جمال بالماضي هو المدير الفني للجزائر مدرب وطني، وعليو سي المدير الفني للسنغال مدرب وطني، في المقابل رور المدير الفني الألماني للمنتخب النيجيري، وأيضا ألان جريس المدير الفني للمنتخب التونسي. فبالتالي مين المدرب الوطني اللي هيكسب، ولا المدرب الأجنبي اللي هيقدر يفوز بالتحدي ده وبالبطولة دي؟ تونس عندهم مدرب أجنبي، الجزائر عندهم مدرب وطني، المهم أن أي منتخب فيهم إن شاء الله ياخد البطولة. نروح ليه تاني؟ ماشي، هنروح لأخبار اللي كان في المواقع، يلا بينا. اليوم السابع، اللجنة المنظمة لكأن 2019 تأكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المنتخبات. في الجول، مصدر باتحاد الكرة، الأقرب تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المجلس لمدة عام. صدى البلد، أس محمد صلاح ضمن ثلاثي مرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019. 1-3 فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية. الوطن سبورت، قبل نصف النهائي 5 لاعبين يتصارعون على هداف كان 2019 وسيطرة جزائرية. مبتدأ، ليفربول يساند ساديو ماني أمام تونس. ضابة الأهرام، تاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا قبل مواجهة اليوم بنصف نهائي الكان. الشروق، 1500 مشجع جزائري يصلون القاهرة لمؤازرة منتخب بلادهم في أمم إفريقيا. سوبر كورة، 369 مليون يورو القيمة التسويقية لمحاربي الصحراء والنسور الخضراء. في الجول، رغم الإصابة نجم الجزائر جاهز لمواجهة نيجيريا. فيتو، يوسف عطال مغادرة البطولة أمر صعب وأثق بقدرة زملائي. يلا كورة، جوهرة جزائرية، صاروخ نيجيري ومايسترو كان اكتشافات الأوغندي. طيب، أخبار كلها مهمة بكل تأكيد فيما يتعلق بأخبار اللي كان في المواقع، هنتكلم عليها بالتفصيل جدا، بس هنروح لفاصل. بعد الفاصل ده هنستضيف ضيفنا العزيز النهاردة الأستاذ سعيد علي عشان نتناقش معك هذه الأخبار وأهم هذه الأخبار. طبعا الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور، كلام كتير جدا، استنوه بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدكتور. يا استاذ سعيد، منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه، خلينا نبتدي بالنادي الاهلي. كيف ترى استعدادات النادي الاهلي الحاليه للمباراتين المقبلتين سواء امام المقاولون العرب او نادي الزمالك؟
انا شايف الاهلي بيستعد لهذا الموسم بشكل قوي جدا ومختلف عن السنوات اللي فاتت. لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتلعب بدور مهم جدا هذه المره في تحديد احتياجات الفريق من بدري قوي. في السنوات الاخيره كان في حاله تخبط ما بين مين جهاز فني موجود مش موجود، لكن حاليا اصبحت وجود لجنه التخطيط هي المعيار والمحدد. بس هو كان بيبقى في جهاز فني، كان بيبقى فيه جهاز فني بس في الفتره الاخيره كان يعني كان في حاله من عدم الاستقرار، يعني في اخر سنتين بالتحديد فيما يتعلق بايه، فيما يتعلق بالاختيارات انت محتاج ايه وهتجيب مين وفين، فكان ده ما كانش واضح بشكل قوي. في وجود لجنه بتنظم العمل ده بالتنسيق مع الجهاز الفني انا شايف السنه دي الاهلي بيشتغل بشكل افضل. هي اللجنه موجوده لزياده التنظيم وده شيء اكيد ده مهم ودور من النادي الاهلي، يعني مطلوب منه ان انت لازم تحاول تنسق كل امورك زي ما معتاد دايما جمهور النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي في سيستم معين بيمشي من خلاله يعني. صحيح. فده اعطى او اضفى استقرار اكبر على الفرقه وخلى الاهلي شايف كويس هو محتاج ايه. انهى بشكل مبكر جدا صفقه رمضان صبحي اللي كانت ممكن تعمل مشكله كبيره لو مش موجود. بيشتغل على الاماكن اللي هو محتاجها بشكل كويس جدا، يعني في اسم او اتنين اصبحوا قريبين جدا في بعض المناطق الخلل. الو ديانج اللي موجود النهارده بشكل مبكر جدا وبعيدا عن الصراع ومن غير ما حد يعرف، صحيت من النوم لقيت ان الاهلي انهى صفقه. فانا شايف ان الاستعداد السنه دي مختلف عن السنوات اللي فاتت اللي كان مصمم تتكلم عن الصفقات. انا مصمم انا شايف الاهلي مشغل بس عشان برضو الجزئيه دي مهمه جدا لازم ناكد عليها، واحنا قلناها في اول الحلقه ونعيدها لجمهور النادي الاهلي تاني. النادي الاهلي ما بيعلنش عن صفقه غير لما بتخلص بشكل كامل، لان ممكن خلال الساعات الحاليه البعض بيتكلم عن بعض الاسماء. صحيح. واسماء اكيد جيده وكل حاجه، لكن حتى الان لم يتم الانتهاء من اي امور تعاقديه. بمجرد ما يتم الانتهاء بالتعاقد مع لاعبين معينين الله اعلم هم مين، خلي الموضوع خاص بس بمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن التعاقدات، هنتم الاعلان من خلال النادي الموقع الرسمي ومن خلال قناه النادي الاهلي. لكن حتى الان يا جماعه حتى الان لسه ما فيش اي جديد بخصوص صفقات اخرى. صفقتين اللي جابهم النادي الاهلي رمضان صبحي واليو ديانج، ان شاء الله ما يبقى في جديد رسمي فقط هيتم الاعلان عنه زي ما احنا متعودين. اتفضل استاذ. صحيح. فزي ما بقول لك كده الاهلي انهى بسريه تم موضوع الو ديانج، ما كانش حد عارف يعني في الوقت اللي احنا بنفكر فيه في اسماء ثانيه بعيد عن الو ديانج فوجئنا ان الو ديانج هو اللاعب اللي الاهلي انهى التعاقد معاه. وكذلك بيسير وانا عندي يقين بده ان الاهلي هيفاجئ الناس ببعض اللاعبين بعيدا عن الاسماء المطروحه في الساعات الاخيره. فده بيقول ان في شكل اكثر استقرار، بيقول ان الاستعداد افضل من المواسم الماضيه، بيقول ان في ناس قيمت بشكل تفصيلي كل حاجه حصلت في الفتره الاخيره وعارفه هي محتاجه ايه من الموسم اللي جاي. دي جزئيه مهمه قوي. انت عارف احتياجاتك كويس وبتشتغل على انك تجيبها، مش بتجيب لاعبين وخلاص، او مش بتجيب يعني مش بتجيب في اي مركز وخلاص، لا انت بتشوف النواقص اللي عندك ودي سمه. صحيح. مهمه قوي في النادي الاهلي. صحيح. وتحاول تدعم فيها. مفيش صفقات قيديه، مفيش محاولات ان انت بتزايد على خصم في صفقه هو محتاجها. يعني انا شفت في الساعات الاخيره جمهور الاهلي بشكل كبير جدا يقول لك في لاعب في بيلعب لنادي خصم بيتمرد وبيهرب لو الخصم ده في وضعك الحالي كان تدخل، لكن الاهلي ما بيعملش كده. فدي حاجه كويسه جدا، انا شايف ان الاستعداد بيسير بشكل جيد. ما دخلناش في الامور دي، بص احنا الوضع عندنا هنا محرج بالنسبه لنا، بلاش نتكلم في الامور دي برده لما هيبقى في حاجه رسمي النادي الاهلي هيعلن عنها من خلال المنافذ الاعلاميه الخاصه بيه. لكن عايز اتكلم بالتحديد عن استعدادات الفريق في معسكر اسبانيا، ودي استعدادات مهمه ومعسكر غايه في الاهميه بكل تاكيد. يمكن الامور بتسير بشكل جيد، الفريق بيلعب ماتشات وديه، شفنا وليد ازارو بيستعيد ذاكره التهديف تاني، بيسجل بطرق مختلفة، شفنا اللعيبة بدأت حالة الانسجام بتعود من جديد. كم الماتشات الودية اللي هيحصل في الفترة الأخيرة أو اللي حصل واللي هيستمر الفترة الجاية بيخلينا نشوف الفرقة رايحة إن شاء الله للثلاث مباريات اللي جاية، المباراتين المقبلتين في بطولة الدوري في نهاية الدوري، إن شاء الله يخلي الفريق يختتم الموسم بشكل قوي. شايف إن الإدارة نجحت إنها تعزل اللاعبين عن أي مشكلة، مفيش أي مشكلة موجودة، فهو المعسكر الأكثر استقرارا في الأندية المتبقي لها مباريات في الدوري. يعني الحالة اللي بيعيشها الأهلي حاليا هي الحالة الأكثر استقرارا واللي تقول إن الفريق ده هو اللي هيقدم النتائج جيدة مقارنة بالخصوم اللي فيه بعض المشاكل موجودة. إيه اللي بينتظر جمهور النادي الأهلي من فريقه في الموسم الجديد من وجهة نظرك؟ عودة الشخصية. عودة الشخصية بمعنى فكرة إن الإحساس بمسؤولية تيشيرت وقميص الأهلي. الموضوع مش مجرد فوز وانتصارات وبطولات بقدر ما هو احساس بقيمه التيشيرت اللي انت بتلعب بيه. لكن الشخصيه موجوده اصلا في النادي الاهلي من فتره، يعني الموسم اللي فات، لكن برضو خلينا نركز على ان كان فيه
ظروف معاكسه جدا واستثناءات كتيره جدا في الدوري المصري وتنظيم البطوله وكلام من ده، ده ممكن يكون اثر عليك ووقعك في بعض المباريات سواء افريقيا او محليا كمان بسبب ضغط المباريات كل 48 ساعه ماتش يعني. صحيح، لكن الشخصيه موجوده. صحيح، مع معالجه الامور بالطريقه اللي حصلت في الفتره الاخيره وحاله الاستقرار اللي بيعيشها حاليا، اعتقد ان الجمهور بينتظر عوده الاهلي من جديد لمنصه دوري ابطال افريقيا، استعاد الفريق لمكانته الطبيعيه في كاس العالم للانديه، انهاء الدوري بشكل مبكر. طبعا طبيعي ان الاهلي بينهي الدوري بشكل مبكر، ما ينتظرش في صراع لاخر محطات. الاهلي عادته ان هو بينهي الدوري، الاهلي عندما يكون في حالته الفنيه وبيعيش استقرار فني متكامل، الاهلي يحسم الدوري مبكرا وبعيدا عن اي صراعات. بس في منافسين اقوياء برضه في البطوله يعني، او طول عمر الاهلي يعني حتى لو في منافسين اقوياء، الاهلي لما يكون في حالته اللي احنا عارفينها اللي هو الاهلي، مفيش البطوله بتنتهي بشكل مبكر جدا. وده اللي انا بقول عليه، الاهلي لما بتكون شخصيته حاضره، اللعيبه شعره بحجم المسؤوليه اللي عليها، في استقرار فني واداري اعتقد ده بقى موجود، يستطيع الاهلي ان هو يقدم يستعيد الشكل اللي احنا عارفينه اللي احنا شفناه طول السنين الاخيره، ويستعيد وجوده من جديد على منصات التتويج والحصول على البطولات. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الموسم الجديد ده. كان ملف مهم قوي وابتدينا بفقرتنا مع الاستاذ سعيد علي، لكن بعد الفاصل عندنا كلام اكتر بكتير على بطوله المباراه اللي في هذه اللحظات ما بين تونس والسنغال، او مباراه الساعه 9 بالليل ان شاء الله ما بين نيجيريا والجزائر. استنونا بعد الفاصل. عندنا اخبار كتير لسه مكملين من خلال فقرتنا الحاليه من كلام في الميديا مع الضيف العزيز استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور، وعايزين نتكلم بقى على بطوله الامم الافريقيه اللي للاسف الشديد جدا جدا مصر مش البطوله، وخرجت بدري وظروف كتير. قبل ما اتناول معاك الصحف والعناوين اللي فيها بالتحديد على المواقع، عايز اتكلم من وجهه نظرك اسباب المستوى السيء لمنتخب مصر والخروج المبكر في بطوله على ارضك وسط جمهورك، من وجهه نظرك ايه؟ يعني انا مش عايز اشوف السبب قريب، انا شايف السبب بعيد. يعني السبب من فتره طويله جدا، احنا مصر او المنتخب المصري دخول عناصر جديده محدود جدا. احنا هي نفس المجموعه اللي كنا بنقول فيها مشاكل، هي نفس المجموعه اللي بتلعب نفس الطريقه، نفس العقم، نفس الاسباب اللي احنا بنشاهدها، اللي احنا بنقول ان المنتخب ضايع بسببها. مفيش حد دخل جديد. طب ايه الفكره؟ مين ليه مصر ما بتفرزش مواهب جديده؟ لان احنا عندنا منتخبات شباب من 2013 ل 2020 اهو 7 سنين كامله لا تفرز لاعب للمنتخب الاول. ده بسبب ان انت منتخبات الشباب اللي بتلعب في تصفيات امم افريقيا بتخرج من الدور التمهيدي، ما بتلعبش امم افريقيا بالاساس، فهتدور هتلاقي الازمه في التخطيط. احنا اخر مره لعبنا امم افريقيا امتى؟ 2013 يعني من زمان. يعني من 7 سنين انت مفيش جيل طلع مثلك في الامم افريقيا عشان يطلع 4 5 عناصر للفريق. انا بتكلم على الشباب بالتحديد. الشباب ما هي القاعده من تحت بالظبط. فانت لو دورت على السبب الرئيسي هتلاقي ان اتحاد الكره بيعتمد على المجاملات في اختيار المديرين الفنيين والاجهزه الفنيه، مين صاحب مين ومين مع مين، فبتلاقي منتخبات فاشله ما بتطلعش المنتخب الاول. فلحد النهارده احنا بنلعب بنفس العناصر، مفيش حد بيدخل جديد، لكن حوالينا الدنيا كلها بتتغير، عناصر جديده بتدخل. فده السبب الرئيسي ان منتخبنا بقاله سنوات ضايع. هنضيف لده بقى في الوقت الحالي نشوف ان احنا كان عندنا جهاز فني بدل كل الشغل اللي عمله على مدار سنه كامله، لانه طولب بانت محتاج نتائج، فغير من طريقه اللعب واستراتيجيته وفلسفته اللي معتمد عليها بقاله سنه كامله، وبدل من الشكل العددي والشكل الخططي، واصبح بيدور على التلاتة. ومن العناصر كمان. ومن العناصر ومن الفكر الخاص بالاعمار السنيه. الفكر المشروع المتكامل اللي هو كان جاي بيه، واللي هو ابتداه بشكل جيد في البدايه واستبشرنا خير، فتخلى عن ده لما طولب منه احنا محتاجين نخطف ونجري. طب هو ما كانش يقدر يعني ما نقدرش نخطف ونجري بالطريقه اللي هو كان ابتدى بيها؟ كنا نقدر، احنا كنا نقدر. يعني احنا ما هو اللي يسال برضه في الحته دي. هو يسال ان هو تخلى عن مشروعه الشخصي. بالظبط. يعني هو المدرب صاحب الشخصيه هو اللي بيفرض مشروعه، بيفرض افكاره على الاداره، مش الاداره اللي هي تقعد معاه تقول له تدخل مين وتخرج مين، تستبعد ده وما تستبعدوش. فده كان واضح ان اجيري ما كانش صاحب شخصيه قويه. هنضيف لده برضه ان احنا منتخب قليل الابتكار. يعني احنا منتخب من بين عدد قليل قوي من المنتخبات في افريقيا اللي ما فيهاش لعيبه مبتكره بتطور الاداء، لعيبه نمطيه وموظفين لدرجه. يعني انا لما بتفرج على مبارك وكاسو في غانا، ولا بتفرج على اسماعيل بن ناصر في الجزائر، لاعب النص الملعب هو طارق حامد اللي بيبذل جهود كبيره جدا في الضغط وقطع الكوره، لكن لما بيمتلك الكوره بتشوف تطوير مختلف تماما. احنا عندنا قناعات الارتكاز، انا اقطع بس، انا بطرد الخصم. طب هنا احنا محتاجين اللاعب اللي يطور الاداء. لازم نغير عقليه طارق حامد ونطور عقليه النني. انت لازم تبقى مراوغ، انت لازم تبقى تجيد اللعب في الزحمه، انت لازم تبقى تجيد الباص الطولي واللونج باص والثرو باص.
لعيبه منتخب مصر لعيبه الوسط اتربوا على ان انت بتقطع وتسلم لاقرب لاعب جنبك فما فيش. احنا محتاجين نبدا نغير فكرتنا عن لعيبه مثلا وسط الملعب اللي هي اكبر مشكله عندنا. احنا عندنا خط هجوم قوي سريع بيقدر يخلق مساحات بيقدر يهدف من ما كانش عندنا اللي يوصل خط الهجوم. لكن احنا ما كانش عندنا، احنا كنا بنشوف صلاح ينزل لنص ملعب عشان خاطر يستلم ويعمل ويعمل شغل وتريزيجيه يجيب الكوره من نص الملعب. مروان مظلوم يعني لوحده، مروان مفصول تماما ومعزول بشكل كامل. فاحنا هنا المشكله الاكبر، احنا عايزين فنانين، محتاجين حسام غالي. احنا محتاجين لعيبه من نوعيه انت محتاج لعيبه لازم تتعلم الشباب والاولاد من صغرهم ان هم يبقوا اختار العقل. الكوره بتتلعب بالعقل مش 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 بالابدان بس، مش بالجسم والقوه، لا محتاجه العقل قبل اي شيء. ابني على العقل اي حاجه تانية. يعني انا اكتر حاجه زعلت عليها لما شفت مبارك وكاسو بغادر البطوله، خسرنا لعيب مهم جدا. انا عايز لعيبه تتخس تتفرج عليه هو بيقطع بعقله. يعني توقعه هو السر ميزته، هو بيتوقع ازاي. لا لعيب مميز قوي بصراحه، حاجه مش طبيعيه. يعني في المباراه اللي خرجوا فيها عمل 9 كرات عرضيه واستقطع 13 كوره. يعني بيدافع قد 2 مدافعين 3 مدافعين وبيهاجم زي اي لاعب. ولو جات له فرصه تسديد هتلاقي مسدد، هتلاقي حاجه مش طبيعيه، هتلاقي كارلوس بيشوط. احنا عايزين اللعب المتكامل ده. مصر ما فيهاش اللعب المتكامل ده. وقص على ده في كل المراكز ايضا هتلاقي الظاهرين نمطيين. ما فيش عندنا ظهير زي علي معلول، فيش في مصر ظهير زي علي معلول يقدر يراوغ ويقدر يقتحم في العمق امتى وامتى يعمل ثرو باص. طب ما خلينا نتكلم معاك بصراحه برضه، ما عبد الله جمعه كان بيقوم بالواجب ده مع نادي الزمالك بشكل كويس جدا، وفي المقابل المدير الفني ما اختاروش. ما ومحمد هاني، ومحمد هاني الناحيه الثانيه. احنا عندنا برضه عندنا اللعيبه على فكره كان في ظلم في الاختيارات بالزبط. ان احنا مش موجود محمد هاني اللي انت بتشتغل عليه من فتره طويله جدا، لاعب وقام بادوار. ومحمد هاني كان اخطر لاعب يناسب الفكره دي فعلا، يعني وكان عامل دي بشكل كويس جدا. لان انت طول الوقت معتمد على ايه؟ معتمد على تحرير صلاح من الخط فيدخل الملعب، فمفترض الظهير الايمن طول الوقت بيتواجد في المناطق الاماميه. فالظهير الايمن ده اللي بيتواجد في المناطق الاماميه لو هو مش مبتكر وعنده القدره على المراوغه والاختراق يبقى انت كده خسرت. عشان كده احمد المحمدي كان كل ما يوصل يقف. الناس تقول هو واقف ليه؟ لان هو ما عندوش القدره على الاختراق. احمد المحمدي بيعمل كروسات عرضيه وانت ما عندكش زياده عدديه في المنطقه فما بيعملش فبيقف فبينزل. لكن محمد هاني بيعمل دي زي منتخب الجزائر بالظبط. منتخب الجزائر النهارده انا متوقع ان هو هيعاني لان يوسف عطال اللي محرز بيسيب الخط زي صلاح ويدخل في القلب عشان هو يطلع مش موجود. لعيب جامد قوي يوسف عطال، لعيب جامد جدا، لعيب بص لعيب عالي جدا. هو مبتكر، فنان، سريع جدا، عنده ثقه في نفسه كبيره جدا. روحه كمان في الملعب عاليه قوي. لا روح دي ده قتيل على كل كره ما شاء الله عليه. بصراحه هي بتميز الجزائر كله، كل منتخب الجزائر. ودي شخصيه المدرب جمال بالماضي، هو روح الجزائر. يعني هو انا اول مره اشوف رياض محرز ويوسف البلايلي جناحين بيدافعوا وكانهم ظاهرين طوال الوقت، تلاقيهم في الثلث الاخير من ملعبهم. عدنان كاديورا واسماعيل بن ناصر اثنين تلاقيهم في قلب منطقه الخصم او بيهاجموا من على حدود 18 وفي نفس الوقت تلاقيهم في قلب دفاعهم بيدافعوا. لا مجهود عالي جدا بيبذله لعيبه منتخب الجزائر، عشان كده هم خاطفوا قلوب وخاطفوا عقول كل مشجعين امم افريقيا السنه دي. طيب عشان اقفل ملف منتخب مصر، المطلوب خلال المرحله اللي جايه سواء من اللي هيجوا في اتحاد الكوره او من الجهاز الفني الجديد من وجهه نظرك عشان يرجع المنتخب المصري لبريقه المعتاد واللي احنا نفسنا فيه على طول، وعشان ان شاء الله باذن الله ننافس بقوه على بطولة الأمم الأفريقية 2021 ونتأهل إن شاء الله لكأس العالم 2022. أول حاجة نعمل رابطة محترفين تدير الكرة في مصر على طول. خلاص ما بقاش عندنا وقت نضيعه. احنا مش أقل من الكونغو بيديرها دوري احترافي دلوقتي. يعني كل دول أفريقيا اللي كانت متأخرة عننا بسنين طويلة جدا النهاردة عندها دوريات احترافية. فاحنا المفترض إن احنا تكون عندنا مجموعة تدير الدوري من خلال رابطة محترفين. ورابطة محترفين دي مش هنرجع للأسماء القديمة تاني، لازم نشوف الشباب المؤهل إن هو يقوم بالدور ده. احنا عندنا مئات من الشباب حصلوا على رسائل الدكتوراه في اعظم جامعات العالم في اسبانيا وفي المانيا، وعندهم العلم الكامل بالمشاريع اللي حصلت في الدول دي والنقله اللي حصلت في الدول دي. دول اللي احنا محتاجينهم دلوقتي. والله ما محتاجين الحاج محمود مش عارف مين والحاج مين، خلاص احنا احترمنا اكيد وتقديرنا لكل الناس، لكن هي مرحله في وقت انت محتاج خلاص تغيير بقى شامل. يعني اشتغل بشكل علمي صح. خلاص احنا مفترض ان احنا نشتغل بشكل علمي. انا كمان مش مع فكره المدرب المصري، لان انا مع كامل احترامي لكل المدربين المصريين، احنا ما عندناش مشروع مدرب متكامل في مصر. انا مختلف جدا مع كل الناس في فكره الاسماء المرشحه سواء كابتن حسام حسن. هو كابتن حسام حسن راجل بيزرع الروح والحماس كل شيء، لكن عنده مشاكل في فكره الابتكار ايضا، وان هو لما يواجه دفاعات متكتله حلوله ما تبقاش موجوده. عندي احمد حسام ميدو راجل عنده افكار عصريه وعنده حداثه في الشكل الخططي، لكن عندي مشاكل في الشخصيه وقدرته على قياده المجموعه مش موجوده. فما عنديش المدرب في مصر
المتكامل اللي يقدر يعمل لي اللي احنا بنحلم بيه او اللي احنا محتاجينه. احنا مفترض ان احنا ندور على مشروع مدرب قوي زي ما المغرب قدرت، زي ما زامبيا قدرت، زي ما نيجيريا قدرت، منتخبات كتيره جدا قدرت من خلال مدربين اجانب شخصيتهم قويه عندهم مشروع يفرضوا على الاداره، مش الاداره هي اللي تفرض عليه شغلها. ما هي وجهه نظر اخرى ممكن يقول لك ان الوقت ضيق، انت مقبل على تصفيات سواء بطوله الامم الافريقيه الجديده او كاس العالم، فمحتاج حد يكون ملم بالامور والامكانيات الخاصه بلاعبي منتخب مصر او اللاعبين المحليين بشكل كامل والمحترفين اكيد يعني، فبالتالي تلجا للمدرب الوطني. احنا محتاجين نشتغل بشكل سليم وما نراهنش على بكره، احنا يعني لازم تكون نظرتنا ابعد من فكره ان البطوله. ما انت ممكن تجيب مدرب قوي او مدرب ضعيف او تشتغل بشكل كويس وما تكونش موفق وتخرج من الادوار مبكره، لكن احنا عايزين نشتغل على مشروع. جه الوقت اللي احنا نمتلك مشروع فيه، ان احنا نشتغل بشكل علمي وشكل مخطط وعايزين مشروع، مش عايزين نلم الدنيا ويلا زي ما كان الكابتن هامين رمزي بيقول لي قبل كده احنا شغالين في اتحاد الكوره بسياسه يلا نقرا الفاتحه وصلى على النبي يا شباب وان شاء الله ربنا يكرمنا. لا مش عايزين، مش احنا عايزين نشتغل، عايزين. كابتن هامين رمزي قال لك كده؟ انا كابتن هامين رمزي ونشرف حوار يعني انا نشرف حوار ان مجموعه اتحاد الكوره بتدير العمليه بالحب وصلى على النبي ونقرا الفاتحه يعني هو بيشتغل ده المنهج بتاعهم. لكن هم يعني انا كنت مع عمرو فهمي من يومين سكرتير عام الكاف السابق بيقول لي لحد سنه قريب اتحاد الكوره بيعاملني بالفاكس. يعني كل الاتحادات افريقيا بما فيهم الجزر اللي ما بتلعبش كوره اساسا تطوروا وبيشتغلوا بشكل تكنولوجي، واحنا لسه هنا في اتحاد الكوره بيعملوه بالفاكس. فلا احنا متاخرين جدا، احنا محتاجين بقى نشتغل من خلال مجموعه جديده. فانا شايف ان التدخل في المرحله دي مهم جدا وابتدى يحصل وان شاء الله هيحصل، وان تكون في مجموعه مؤهله انها تقوم بالدور ده بيحصل. يعني لازم اتحاد كره محترف ومتفرغ لاداره الشؤون الكرويه، ما عندوش اي شغلانه ثانيه بقى. لازم بقى مش عايزين اعضاء اتحاد كره عندهم برامج الصبح وبرامج بالليل، مش عايزين اعضاء اتحاد كره متفرغين للاعلانات، مش عايزين اعضاء اتحاد كره عندهم مشاريع اكاديميات في كل انحاء الجمهوريه وبره وجوه، مش عايزين اعضاء اتحاد كره عندهم شركات تسويق وبيشتغلوا في التسويق الرياضي. لا احنا عايزين اتحاد كوره وشغلته اداره اتحاد الكوره يتقاضى مقابل المهنه دي، مقابل التخطيط ده، مقابل اشرافه على التنفيذ ده. لكن احنا هنرجع للمنطقه ثانيه، لا هنرجع لازم يكون المسؤولين في اتحاد الكوره عندهم الشخصيه القويه القادره على الاداره في مصر واداره شؤون الكوره بالتحديد، يعني مؤهل اولا. في بعض ممكن يكون بالكلام كتير بالاصوات العاليه بالتليفونات بالكلام من ده بيحسموا امور، يعني ده امور شفناها خلال الموسم الحالي لسه يعني صحيح. لكن انا اعتقد ان الضربه القويه اللي كلنا تلقناها عشان نصحى. يعني جه الوقت ان احنا نفوق، واعتقد ان طب ليه ما فوقناش بعد روسيا؟ ما هي روسيا دي برضو كاس العالم دي كانت ضربه قويه، يمكن ما كناش رايحين ناخد البطوله طبعا صحيح. يعني بس على الاقل كنت تعمل شكل كويس. يمكن انت في روسيا كان صعودك مجرد صعودك هو الانجاز، فما كانش مترقب منك ان انت تصعد، وكمان المباراه الكويسه جدا ان انت عملتها قدام اوروجواي حسنت من شكلك شويه. ففكره ان الموضوع الخساره جت يعني خساره السعوديه جت في النهايه، فاللي هو كان في تسامح شويه اللي احنا كنا ممكن نقول نحطها في كوبر. يعني قلنا كوبر طريقته الدفاعيه هي اللي عملت فينا كده، فجبناها في كوبر. وكوبر الوقت اثبت ان هو كان الوحيد او هو اللي شال الليله. يعني انا كان ليه عنوان بعد كاس العالم كان من شت الجورنال عندنا في الدستور المدمرون. لماذا تجب محاسبه رجال بوريدا قبل كوبر؟ بوريدا ورجاله قبل كوبر، ده كان عنوانه من شتي بعد روسيا على طول. كان هم دول اللي لازم يتحاسبوا. ليه؟ انا بكلمك من بدري على شكل التخطيط من تحت. صح احنا صح. عندنا ازمه من تحت، مفيش ناس بتدير، في ناس متفرغه لمشاريعها الشخصيه. حاليا احنا ان شاء الله بنشتغل على فكره مجموعه تدير وتتفرغ وتتقاضى مقابل ما تؤديه. واحنا زي ما انت قلت احنا بلد احنا برازيل. مصر بلد كبيره طبعا، لينا تاريخ كبير جدا مصر في افريقيا. يعني مصر بعد البرازيل في حجم المواهب. لا انت لو نزلت اي شارع في مصر يعني انت تطلع مواهب من تحت الارض. صح. مليانين مواهب، مليانين في كل حته. لكن تنظم ده ازاي؟ توفر توسع قاعده المشاركه ازاي؟ ازاي تنتقي؟ مين اللي يبقى المسؤول؟ مين اللي بيخطط؟ مين اللي تاهل مدربينك؟ انا النهارده وانا ببص على المدربين على الاسماء المرشحه، انا بشكل شخصي لما بغوص في تفاصيلهم الفنيه بلاقي ان مفيش حد متكامل، مفيش مشروع مصري متكامل. أكيد. لان مفيش مشروع مصري تم تأهيله بشكل كويس. مفيش مدرب في مصر حضر معاشات كتيره في اماكن كبيره، تعرف على الجوانب العلميه اللي ناقصاها. لان للاسف كابتن عبد الستار صبري قالها لي، والله قالها لي بشكل شخصي، قال لي احنا كل علاقتنا بالتدريب ان احنا كنا لعيبه سابقه بس، لكن احنا
احنا بعاد تماما عن فكره التدريب وفكره المشاريع. قالها لي بشكل صريح، هو بيتكلم بشكل عام على المدربين، على المدربين في مصر. كابتن ستار صبري مدرب كبير برضه، مدرب كبير بس يعني انا اكلمك بشكل صريح. انا تعودت ان انا اكون صريح، وهي دي الحقيقه. ولو احنا ما واجهناش الناس بالحقيقه هنفضل زي ما احنا. فهو فكره ان اللعيب بطل كوره فيلبس ترينج بدل الشورت والفلانه ويقعد يدرب، وهو ما عندوش خلفيه. يعني لحد النهارده برضه واحد من الكباتن الكبار جدا يقول لي انا لا، انا ضد فكره ان يبقى مدير تسويق النادي الاهلي او الزمالك راجل ما لبسش فرينه وشورت. طب ايه المنطق في ده؟ ما كابتن عادل القيعي ما لبسش فرينه وشورت بس مضى نجوم العالم كلهم. هي الازمه مش في فكره فرينه وشورت، ان الراجل النهارده كل مدراء التسويق او كل المدراء الرياضيين في كل انديه العالم الناجحه ما لهمش علاقه بفرينه وشورت. هم درسوا واشتغلوا بشكل علمي، وهي دي الكوره. الكوره بقت اقتصاد، ما بقتش فرينه وشورت. مش مجرد فرينه وشورت. ده هيخليني اسالك بقى، رئيس اتحاد الكره القادم يجي شخصيه لعبة كورة ولا شخصية إدارية وتقدر تدير؟ لأن الإدارة ده برضو فن، يعني لازم أنت تكون بتعرف تدير. هل الأفضل يكون إيه؟ واحد لعب كورة ولا شخصية بتعرف تدير؟ لا، أنا في النهاية هطبق اللوائح، واللوائح بتقول إن هو يكون لعب كورة قبل كده، بس لعب كورة قبل كده مش شرط. إيه؟ فكرة إن أنت تبقى عضو اتحاد كورة لازم تكون أنت لعبت كورة قبل كده. كان دلوقتي على رئيس الاتحاد نفسه. لا، أنا مع الراجل بتاع الإدارة اللي بيعرف يدير. ده بيحصل في كل حته في العالم، نماذج كثيره جدا، الناس بتنجح ناس اداريين بالاساس. والناس اداريين ومؤهلين وعندهم تجارب، فاحنا محتاجين رجل اداره مش رجل بيقرا الفاتحه ويجمع الناس والحب والود يا جماعه وربنا هيكرمنا ان شاء الله. لا، محتاجين اداره. لازم اداره بطريقه علميه. طبعا. لازم عشان الكره المصريه. واعتقد ان ده اللي هيحصل. هيحصل. يا رب والله، اكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للكره المصريه في المرحله القادمه. عايزين بقى نروح نتكلم على بطوله الامم الافريقيه. ومباراة في هذه اللحظات ما بين السنغال وتونس، النتيجة كام يا جماعة؟ 0-0 لسه؟ 0-0. شايف المباراة دي ازاي؟ وشايف مباراة بالليل كمان ما بين الجزائر والنيجيريا ازاي؟ المباراتين متكافئتين جدا، مباراة تونس والسنغال اتكلم عليها بشكل محدد. انا من يعني من اشد المعجبين جدا بتفكير واستراتيجية الان جريس. كويس. يعني هو الراجل، الفرقة الناس في البداية هجمته كتير جدا وطلبت ان هو زي ما حصل مع كوره بالظبط. احنا عايزين كوره هجوميه، احنا عندنا المساكني وعندنا الخزري وعندنا فرجاني ساسي وعندنا لعيبه مهاريه كتير جدا، فمحتاجين نلعب نشوف كوره جميله. لكن هو الراجل بيطبق منهج الصبر. الصبر ثم الصبر ثم الصبر. اصبر لحد ما الخصم يخطا فلاقي المساحه فسجل، ودي الاستراتيجيه اللي تصلح للبطولات المجمعه اللي بتتلعب في اسبوعين ثلاثه. اخطف واجري. فهو زي ما احنا عملنا كده في الجابون، زي ما احنا عملنا في الجابون، ما احنا رايحين بنفس العناصر وبنفس المشاكل اللي موجوده، لكن احنا قدرنا نطبق فلسفه. عشان كده انا شايف فلسفه كوبر كانت ناجحه. طبعا كانت ناجحه وفق المعطيات اللي معاه. طريقته ما كانتش حلوه في اللعب، مش الطريقه اللي تخلي المصريين يبقوا مبسوطين بالاداء وكلام من ده. مفيش هجوم، مفيش اهداف كتير، لكن في نفس الوقت انت بتحقق كل اللي انت عايزه، كل التحديات وكل اهدافك بتوصل لها من خلال الطريقه دي. صحيح. وانت بتقيس المعطيات اللي معاك ايه؟ ما هو انت ما تطلبش امكانياتك ايه؟ ما تطلبش من طارق حامد ومحمد النني ان يكونوا مبتكرين زي انيستا وتشافي يعني. او انت لازم تبقى واقعي وعارف الادوات اللي معاك ايه. فانا عجبني الراجل وظف ادواته كويس جدا. حتى قدام مدغشقر الخصم المتواضع، لما تيجي تبص على الاهداف اللي بيسجلها هو ايضا بينتظر مدغشقر، والصبر عنده بيصل لدرجه ان هو ينتظر مدغشقر تطلع له عشان يلاقي المساحه. فاعتقد ان هو صاحب فكر وصاحب فلسفه قدر يراهن عليها ويصبر عليها ويتحدى بها الجميع. وبعد ما سجل الهدف الثالث في مدغشقر تشوفه كده وهو بيشرب الميه، اللي هو بيشرب بطريقه خلاص انا خلصت، انا انتصرت عليكم كلكم، انا انتصرت على الجميع. وفعلا انتصر. وصوله للمربع الذهبي بعد سنوات طويله جدا جدا، تونس بعيده 15 سنه تقريبا. فوصوله النهارده للمربع الذهبي حتى في حال خسارته النهارده امام السنغال قدام فريق قوي جدا، لو حصل يعني، عارف انت مش عايزها تحصل، هيبقى انجاز كبير جدا. بعد ما كان في قرار باقالته بعد تعادل مالي في دور المجموعات. بصراحه تونس توصل للنهائي طبعا. اكيد ان شاء الله ياخدوا البطوله. طبعا احنا كلنا نفسنا تونس والجزائر بما انهم منتخبات عربيه ان هم يكونوا متواجدين. كل الدعم والمسانده وتشجيع الجماهير المصريه للمنتخبات العربيه بكل تاكيد ده شيء مفروغ منه. صحيح. فنتمنى ان الان جريس ان شاء الله رهانه يستمر للحظه الاخيره. وان كنت اتوقع ان ماني مش هيبقى خارج النهائي. يعني متوقع ان طبيعي ان ماني بعد المجهود ده وبعد الموسم ده وبعد التركيز اللي كان ظهر عليه طوال مشوار البطوله وحرصه على انه يقدم نفسه للجمهور بالصوره المثاليه اللي قدم نفسه بيها، اعتقد ان التوفيق هيفضل حليفه زي ما التوفيق كان ضد صلاح
اللي هو خصم منافسه مباشر، اعتقد ان توفيق افضل حليفه على الاقل يكون متواجد. هو توفيق كان ضد صلاح فعلا ولا هو احنا اللي كنا وحشين كمنتخب بشكل كامل؟ التوفيق كان ضد صلاح لانه بيلعب مع مجموعه بتحرمه من انجازه الفردي، يعني ده صعب جدا. عايز اتكلم معاك على خبر من الوطن سبورت وبيقولوا ان قبل نصف النهائي النهارده 5 لاعبين يتصارعون على هداف كان 2019 سيطره جزائريه. شايف التصارع على هداف البطوله السنه دي شايفه ازاي في ظل تواجد ساديو ماني عنده 3 اهداف، اجاله نجم المنتخب النيجيري 3، ادم والناس هذا او هذه الموهبه الكبيره في الجزائر 3، رياض محرز 2 وبلايلي 2. كانت ضعيفه المنافسه على فكره الهداف السنه دي، كانت ضعيفه ودي فعلا. بتقول ان العمل الجماعي كان طاغي على الموهبه الفرديه، يعني برز بشكل كبير جدا ان كان في عمل جماعي، عشان كده تلاقي ادم والناس 3 ومحرز 3 وبلايلي 2. فبتلاقي ان هنا في منظومه جماعيه بتشتغل، مش مهم مين بيفنش، مش مجموعه. احنا بقى مجموعه كانت طول العمر طول الوقت بتبني مشروعها على ازاي نحط محمد صلاح قدام الجون عشان يفنش. طب لو محمد صلاح ما وصلش وصل حد غيره، ممكن يحصل ممكن تريزيجيه يضيع انفرادين فتزعل من تريزيجيه فتلاقي النتيجه عكسيه. فهنا في هنا جمال الجماعيه، وهي كره القدم بالاساس هي لعبه جماعيه مش فرديه. صح. فهنا المشروع الجماعي في المنافسه على الهداف بتقول ان العمل الجماعي هو اللي كان طاغي وهو اللي كان سر تفوق المنتخبات اللي وصلت للمرحله ديت، وكان سر تفوق المنتخبات الصغيره اللي قدرت تتفوق على نجوم كبار جدا. فعلا. يعني زي بنين اللي هي بتطيح بزياش النجم اللي الناس كلها كانت منتظره منه شيء كبير جدا، مدغشقر. جنوب افريقيا اللي بتطيح محمد صلاح نجم ليفربول ودوري ابطال اوروبا، مدغشقر اللي كانت موجوده لابعد مدى فازت على نيجيريا فهنا كان واضح جدا ان كوره عمل جماعي، والشغل الجماعي والتكتيكي كان اهم سمه بتميز البطوله السنه دي، اللي ورت لنا مدربين جداد قدموا اشكال تكتيكيه وخططيه بتقول ان الكره في افريقيا تطورت بشكل كبير جدا. فنيا شايف البطوله كويسه؟ من الادوار التاليه كانت قويه، وشايف يعني فعلا هو مش كلام للاستهلاك، لا الكره في افريقيا تطورت والفوارق تلاشت، بمعنى اصبح ان في ناس ناضجه تكتيكيا. يعني انت كنت زمان تلاقي فرق مهاريه في مهاريه شويه بتنافسك في حته المهاره شويه، لكن حاليا اصبح حتى الخصم اللي اقل منك بكتير قادر يقف في الملعب بشكل كويس ويضيق عليك المساحات ويخلق لك صعوبات. هنا النضج التكتيكي، التطور التكتيكي، الاستعانه بالمدارس الاوروبيه. زمان الكره في افريقيا كان الدفاع، كل الفرق الافريقيه دفاع سيء وحارس مرمى سيء، دلوقتي كان سذاجه مش طبيعيه. كنت تقدر تحط يعني لو تفتكر مباراه الملعب المالي كابتن تريكا نزل في ربع ساعه قلب الدنيا تماما، فكنت تقدر طول الوقت ان انت تسرق اي فريق افريقي بسذاجته باخطائه هو. لكن حاليا اصبح لا، اصبح في ناس بتتمركز كويس جدا، كل تحرك مدروس، مين واقف جنب مين، مين بيدافع مع مين، مين بيقرب لمين لما بيستلم الكوره، تطلب الكوره فين، في انهي منطقه في الملعب. شغل واضح جدا بورقه وقلم، فده خلى الفوارق في افريقيا تلاشت وخلى الماتشات صعبه جدا. احنا اتفرجنا على مباراه البطوله بشكل عام، كانت كل الماتشات صعبه ومعقده فعلا. حتى للمربع الذهبي النهارده، كل المربع الذهبي تونس عانت امام موريتانيا معاناه غير طبيعيه. صح. يعني كان معانا ماهر الكنزاري المدير الفني المدرب العام للفريق قبل المباراه بيتكلم معانا في حوار للدستور، بيقول ان اصعب مباراه انا واجهتها كانت موريتانيا، ما كانتش غانا ولا كانت الفرقه كبيره، لا كان موريتانيا اصعب من مالي واصعب من اي حد تاني، خلق له صعوبات كبيره جدا. كذلك السنغال عانى امام بنين لحد الدقيقه 75 76 جايه بكوره من قلب الملعب قدر يخترق. صح. ويخطف المباراه في وقت ما كانت بنين خلق صعوبات كبيره جدا بعد ما طاحت في المغرب. فشايف ان المنتخبات الاربعه اللي وصلوا بمعاناه شديده، يعني يمكن باستثناء الجزائر اللي كان مشوارها صعب، كان طول الوقت بتقابل فرق كبيره، يعني ما واجهتش فرق صغيره، لا طول الوقت من بدايه المجموعات السنغال وبعد كده كوت ديفوار والسنغال اللي هو كان افضل مباراه في البطوله. صح. مباراه كان رتمها عالي، كنت تحس ان انت بتتفرج على مباراه في دوري ابطال اوروبا في المحطات الاخيره، او بتتفرج على منتخبين اوروبيين ناضجين بشكل قوي جدا، مباراه كاس عالم دور 8. انا يعني كنت حاسس ان انا بتفرج على المانيا واوروجواي مثلا، يعني كان في قوه، في تركيز، في حاله، في تطور مش طبيعي في عند كل اللاعبين، وفي حرص شديد جدا في ان انت فكره ان انت تضيق المساحات تحرم خصمك من ان هو يوصل لمرماك، والتسجيل من انصاف الفرص. التسجيل من انصاف الفرص ده كان بيحصل، شفناه حتى في هدف كوت ديفوار، الهدف التعادل كان شكله خطف خط دفاع الجزائر بكامل في نص ثانيه. فكان في كوره عاليه جدا في المباراه دي. طيب عشان عايز اتكلم معاك على الماتشين بتوع النهارده وتوقعاتك ليهم بشكل نهائي، خلينا نقول بعض الاحصائيات الخاصه بالاربع منتخبات في نصف النهائي. نيجيريا لعبت على مدار تاريخها في البطوله، فازت بالبطوله 3 مرات، اشتركت 18 مره، لعبت 90 مباراه،
فازت في 49، تعادلت في 21، خسرت في 20 مباراة، ليها 128 هدف وعليها 84 هدف. الجزائر فازت بالبطولة مرة واحدة بس، عدد المشاركات 18 برضو، لعبت 72 مباراة، فازت في 26، تعادلت في 21، خسرت في 25 وليها 90 هدف وعليها 81 هدف. تونس خدت البطولة مرة واحدة، لعبت 19 مرة هذه البطولة، ايضا خاضت 73 مباراة، تعادلت في 23 او تعادلت في 28 وفازت في 23 وخسرت 22. السنغال ما فازتش بالبطولة ولا مرة، هي المنتخب الوحيد في نصف النهائي اللي لم يفز بهذا اللقب، عندهم 15 مشاركة، لعبوا 58 ماتش، فازوا في 22 وتعادلوا في 14 وخسروا في 22. الاقرب من الرباعي للفوز ببطولة الامم الافريقية من وجهة نظرك، او خلينا الاول نقول النهائي هيكون مين ومين، ومين اللي هيفوز من وجهة نظرك او توقعاتك؟ يعني اتوقع النهائي نيجيريا والسنغال. نيجيريا والسنغال. والسنغال. انا شايف توقعاتك عكس كل التمنيات يعني. نيجيريا والسنغال، واعتقد السنغال هو بطل الامم الافريقية. السنغال هم اقوى يعني واقدر. انا شايف حظوظهم اكبر من مش الجزائر يعني. مش الجزائر، انا في رايي ان الجزائر هيعان النهارده. ليه الجزائر هيعان النهارده؟ لان نقطه قوه المنتخب النيجيري هي نقطه ضعف المنتخب الجزائري النهارده، مكان عطال زي ما انت قلت، اللاعب الكبير جدا النهارده مهدي زفان، انا شفته في الوقت القصير اللي لعب قدام كوت ديفوار، كانت في صعوبات للدفاع المنتخب الجزائري من المنطقه ديت. كمان المنتخب النيجيري بيتميز بوجود احمد موسى، اللاعب السريع جدا في المنطقه دي، فانا قلقان جدا من فكره سريع جدا فعلا. من فكره مصر. احمد موسى مع مهدي زفان شايف انها مواجهه في صالح المنتخب النيجيري. كمان شايف ان ايوبي يقدر يحصل على المساحات بذكائه ومكره ورا اسماعيل بن نصر وعدنان قديوره اللي بيحبوا يتقدموا دايما ويحبوا يهاجموا. فشايف يعني لو هيكون في قلق هيكون قلق على المنتخب الجزائري في المنطقتين دول. كمان تشكويزي اللاعب الرائع جدا، مميز جدا وسريع قوي، حاجه مش طبيعيه. وفكره رونتو، انت ما تعرفش تشوفه امتى في قلب الملعب وامتى يطلع على الخط وفي موقف لاعب على لاعب. انا شايف ان هو يتفوق ايضا على رامي سبعيني، بن سبعيني في الجهه اليسرى للمنتخب الجزائر. فشايف ان المنتخب النيجيري عنده افضليه. كمان بيتميز بحاجه مهمه جدا، ان احمد موسى وشكويزي الاثنين بيدافعوا بقوه جدا، تلاقيهم متواجدين دايما امام الظهيرين بتوعهم بيقعدوا بسرعه. طيب خلينا نشوف الجمهور على السوشيال ميديا، بتحديد صفحه قناه الاهلي على فيسبوك، توقعاتهم لطرفي المباراه النهائيه. صابر الحسيني قال السنغال والجزائر، مي عاطف قالت ان شاء الله السنغال والجزائر، محمد رفعت بيقول زيك السنغال ونيجيريا، عبد الرحمن قال انا حلمت ان تونس كسبت السنغال 3-0، يا ريت. ماشي اوكي. فينك بيتكلموا على مصر يعني، للاسف ان هي مش موجوده. محمود جمعه قال ان شاء الله الجزائر والسنغال. محمود سعيد بيسال عن الصفقات، لسه محمود ما فيش اي امور رسميه يعني. احمد طارق قال السنغال ونيجيريا. شهد او شدا محمد قالت الجزائر والسنغال. يعني قليل قوي اللي ممكن يكون بيتوقعوا ان الجزائر وتونس هم اللي يوصلوا للنهائي، لكن ده تمني اكيد كلنا بنتمناه كعرب بشكل عام. سريعا البطوله تنظيميه رايك فيها ايه تنظيميا؟ من الناحيه التنظيميه طبعا رائعه جدا جدا جدا، مفيش اي خلل تم رصده طوال مشوار البطوله. صعب جدا تلاقي مشكله تتكلم عليها، بالعكس خالص، احنا قدمنا مباراه، قدمنا بطوله للتاريخ بشهاده كل المشاركين. يعني العنوان الابرز في البطوله هو التنظيم، يعني اهم شيء، وده يمكن ربنا بيدهولنا بيعوضنا بيه الكسور الفني وان احنا مش موجودين في المحطات الاخيره، ويمكن ده الاهم. كان يهمنا قوي قوي التاكيد على رسالتنا، وان مصر موجوده بقوه وقادره تحت اي ظرف وفي ظل اي معطيات، صح، انها تحتضن كل الافارقه وانها تنظم بطوله لاول مره 24 منتخب. كان موضوع تحدي صعب جدا علينا في وقت قصير، لكن قدرنا نبرهن للعالم كله ان مصر زي ما هي مصر وهتفضل طول عمرها مصر. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمصر كدوله في كل المحافل وكل التحديات اللي بتاخدها هذه الدوله اللي احنا اكيد كلنا بننتمي ليها وبنحب جدا بلدنا مصر. ان شاء الله كل التوفيق لمصر على كل المستويات، وبالتحديد بقى بالنسبه لنا احنا كرويا، نتمنى ان مصر ترجع زي الاول كرويا بالتحديد. لازم هيكون في شغل كتير جدا خلال الفتره الجايه. خلينا اقول لحضراتكم ان تونس والسنغال حتى الان في الدقيقه 73 التعادل السلبي 0-0. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق، وكل التوفيق للمنتخب الجزائري مساء ان شاء الله امام المنتخب النيجيري في التاهل للمنتخبين للدور النهائي ان شاء الله باذن الله. استاذ سعيد علي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. اشكرك يا امير. بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا الاستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور، واتكلمنا في ملفات عديده جدا جدا، سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي وبطوله الامم الافريقيه، وكمان فيما يتعلق بمستقبل الكره المصريه. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.